بعث السفير أحمد علي عبد الله صالح برقية عزاء ومواساة إلى هاني يحيى العذري ويحيى فتحي العذري وكافة آل العذري في وفاة الأخ فتحي يحيى العذري الذي وافاه الأجل وهو في قمة العطاء في جمهورية الصين الشعبية. أشاد السفير أحمد علي في برقية العزاء بمناقب الفقيد والزميل فتحي العذري الذي كان خلال حياته خير مثال للصديق الوفي وزميل الدراسة الصادق والمثابر. وعبر السفير عن صادق العزاء وعميق الحزن والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.